الوغ عندنا سؤال يقول كاين حيوان ما يصدر حتى صوت، يعني ما يدير حتى صوت، ما هو هذا الحيوان؟ ما يدير حتى صوت على عكس جميع زاحف. الكائنات زاحف. زاحف؟ لا 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 لا، ماشي زاحف. ماشي زاحف. حيوان بري، بري. يعيش برا، ما يعيش كامل، ماشي هذاك. ما عندوش حتى ما عندوش صوت. انا جاب لي ربي زرافه. زرافه. دوكا ندوزو فقره ثانيه من البرنامج اللي هو ثقافه عامه، وسؤالي يقول كاين حيوان لا يصدر اي صوت، ما هو هذا الحيوان؟ لا يصدرش اي صوت، حيوان بري يعني متوحش. متوحش ما بقى. الزرافه. الزرافه. دوكا ندوزو فقره ثانيه من البرنامج ثقافه عامه. عندي سؤال، والسؤال تاعي يقول كاين حيوان ما يصدرش صوت، وشنو هذا الحيوان؟ يعني ما يدير حتى صوت. كامل الحيوانات تدير صوت، هذا الحيوان ما يدير حتى صوت، ولا عندك معلومه؟ حيوان تاع بحري ولا؟ لا لا، بري. بري ما يديرش الصوت، ماشي آلف، تربى يعني برا. تربى برا. يضرب ما يدور. لا لا ما يدورش. نقدروا نقولوا حيوان متوحش، ما نربيوهش، ما يدورش كاع في لافي. يقولوا لك الذيب. لا لا، الذيب يدير صوت. يدير ولا ويطير ولا تقولي؟ لا لا ما يطيرش. اه ما يطيرش. ما يطيرش. ويتربى يعني مع الحيوانات المتوحشه. قنفود. ماشي قنفود، هو كبير شويه ونسهلها عليك. اه سهله. رقبته طويله. رقبته طويله. حيوان اللي رقبته طويله بزاف. مش الزرافه. الزرافه هي اللي ما تصدر حتى صوت. حيوان اللي يدير الصوت لسنايا، ما هذه بعيده هذه. جنينه. لا لا، حيوان هو بري. بري بري. اي بري يعني يعيش برا، متوحش. متوحش. الذيب يعيط. هو حيوان من عند ربي سبحانه، ما عنده حتى صوت. لا عنده حتى صوت. يعني في الطير ولا على الارض؟ لا لا، الارض. الارض احنش. لا لا. قنفود. لا لا. ضربع. حيوان شويه كبير. كبير. ليليفون يعيط. جيراف يعيط. ايوه جيراف. زرافة هي اللي ما تصدر حتى صوت. معنا حيوان برمائي مائي. لا لا، ما حيوان بري. بري ويعني زرافة. زرافة هي اللي ما تصدر حتى صوت،